السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع دهبك. معانا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده جهاز ريسيفر ميني سيناتور 4 4 زي ما احنا شايفين كده اهو. ده الصامولة الخارجية ما بتركبش يا جماعة، لان الصامولة دي نعمت. طبعا هنا احنا وريناكم في فيديو سابق ازاي نعالج العملية دي ونصلحه من غير اي حاجة. دلوقتي بقى ايه، هنتعلم ازاي نفك دي اهو كده يا جماعة. اهو هنشيل ده كله طبعا، فكيناه اهو يا جماعة كده. ولو عندنا زي ما احنا شايفين اهو معانا هوت اير هنخلع دي. طب احنا ما عندناش الهوت اير، هوريكم هنخلعها ازاي. بصوا يا جماعة، انا ماسك كده بالبنسة وهنجيب زي ما احنا شايفين اللي هو السخان ده، وهندوس ايه كده، بس نخلي بالنا يا جماعة. بصوا طلعت معانا ازاي اهي. نجيب بقى التانية، بس ايه ننظف مكانها زي ما احنا شايفين كده بكاوة اللحام اهو يا جماعة. نشغل تاني اهو كده. اهو يا جماعة، بس عايزة شوية حرفانة سخنية على خفيف كده يا جماعة اهو كده. طبعا في واحدة لسه مشدودة اهي كده، ما نسخنش جامد عشان ايه ما نحرقش البوردة اهو يا جماعة كده. وهنجيب التانية بقى ايه ونركبها بالطريقة دي كده اهو اهو يا جماعة. هنجيب بقى دي كده ونحط بتاع الاشارة في النص واطراف التثبيت كده اهو اهو كده يا جماعة كده تمام. ونفتح كده ايه عشان ما تطلعش عقبال ما الكاوية تسخن، ونلحم بقى بالايه بالكاوية. نجيب بقى يا جماعة الكاوية كده ونلحم اهو ونلحم الطرف التاني ونلحم أهم طرف اللي هو بتاع الإشارة طبعا، ونتأكد من اللحام مش ملمس في أي حاجة تانية. أرجو أن أكون وضحت الفكرة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهو نجيب يا جماعة الصامولة الجديدة بقى، أهي بتركب من اول حته اهو. ارجو لو اكون وضحت الفكره، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.